بكل يوم بتمنحنا الحياة بداية جديدة ليوم جديد كله أمل وتفاؤل، فهو يلي بيصحب شروق شمس جديد وبيبعث بالنفس الطمأنينة والخير على الفرصة الجديدة يلي منحنا ياها رب العالمين، إن كان إلنا أو حتى لعيالنا. يسعد لي صباحك يا ورد. صباح الخير يا نور، ويسعد صباح كل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية ببداية هالفرصة الجديدة لحتى نترافق سوا ساعتين من الوقت. يعني الحياة فرص والفرصة بتجي يومياً من الحياة كرمال نحن نصحح أنفسنا ونصحح يمكن شغلات قصرنا فيها تجاه أهلنا، تجاه أصدقائنا أو تجاه أنفسنا، من حيث صلة رحم، الحب، القيام بالمعروف. فمين مننا ما بيعمل شوية أخطاء، ولكن الشاطر هو اللي بيدارك أخطائه وبيصححها. وممكن نحن كل يوم نكرر نفس الخطأ، بس بلحظة منقرر إنه نحن خلاص لهون وبس، لازم تكون حياتنا مخططة ونقدر نستثمر فرص الحياة. يومياً في عنا لقاء جديد، يسعد صباحكم. الكثير من المواضيع والتقارير يلي رح نطرحها بحلقتنا لليوم، نتمنى أنه تقدم المتعة والفائدة لكل يلي عم يحضرونا. شو أبرز عناوين حلقتنا رح نتعرف عليهم سوا؟ المدارس بلشت، وسؤالنا هل نساعد أطفالنا في واجب المدرسة أم لا؟ بلودان مكان ارتباط بالذاكرة عند مختلف الأجيال. ومع اقتراب الخريف الاضطراب الموسمي أعراض وطرق علاج. قشر البطيخ فوائد سحرية لو عرفناها لما رميناها أبداً. العصب الحائر أو العصب المبهم، ما هو وما هي أعراض الإصابة بأمراضه وطرق علاجه؟ النظام الداخلي لهيئات شغلي الأبنية واللجان الإدارية ضمن الفقرة القانونية لليوم. يعني مثل ما شفنا مشاهدينا حلقتنا فيها العديد من الفقرات والضيوف المتخصصين بمجالات متنوعة، ومعنا يا نور كمان الكثير من الأخبار يلي عم تدور حول العالم. ونور رح تبلش تعطينا هيك لمحات شو رح نشوف. تماماً، رح تكون بداية أخبارنا يا ورد من بركان بأيسلندا بيذوب السياح لخوض تجربة الاتصال مع باطن الأرض، ورياضيون عم يتنافسوا للحفاظ على توازنهم فوق مرتفعات الألب السويسرية. وأيضاً بأخبارنا المنوعة رح نروح لباريس يلي عم تشهد عمل فني بغلف قوس النصر الشهير، وأيضاً هذا الموضوع عم يكون بنسيج ضخم، وشركة فيسبوك عم تطرح نظارة ذكية بإمكانيات فريدة. هي أبرز العناوين، لنعرف التفاصيل وأخبار إضافية خلونا نتابع هالتقرير. مجموعة من الأخبار المنوعة رح نمر عليها ضمن جولتنا لليوم، وبدايتها من أيسلندا وتحديداً من بركان فاغراد السفيال يلي عم يتدفق عليه الزوار والسياح لتجربة الاتصال الوثيق مع باطن الأرض. هالبركان بدأ بالانفجار بآذار الماضي مع تزامن إعادة فتح أيسلندا لحدودها بعد فترة إغلاق كورونا، وزار البركان أكثر من 260 ألف شخص من بداية ثورانه لليوم.
ومن بركان أيسلندا لمرتفعات الألب بسويسرا يلي عم يتنافس فيها مجموعة من الرياضيين ليستعرضوا قدراتهم بالتوازن، مؤمنين بحزام بسيط باستخدام حبل ديناميكي على ارتفاع 450 متر. رياضيين بأعمار مختلفة شاركوا أمام مجموعة من المتفرجين ولجنة تحكيم، وهالرياضات الخطيرة تعتبر أيضاً اختبار للقدرات العقلية، لأن الرياضي بيكون بتحدي مع نفسه حتى ما يخسر توازنه على الحبل. ومن سويسرا لفرنسا، فتم الكشف عن تصميم جديد لغلاف قوس النصر بنسيج باللونين الفضي والأزرق المصنوع من مادة بوليبروبيلين القابلة لإعادة التدوير. هالعمل الفني هو من تصميم فرنسيين راحلين هنان كريستو وجان كلود يلي نشأت فكرة تغليف قوس النصر لأول مرة على إيديهم عام 1961. ومن فرنسا لنهاية حقبة الهاتف المحمول، حسب ما صرح مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ يلي أعلن عن إطلاقه لنظارة فيسبوك الذكية والمصممة من قبل شركة ريبان لتكون أنيقة قدر الإمكان. النظارة بيجي معها 6 أنواع من العدسات بالإضافة للخيارات الطبية، ومزودة بكاميرا بدقة 5 ميجا بكسل و3 ميكروفونات لإجراء المكالمات الهاتفية وتلقي الأوامر الصوتية باستخدام جملة هاي فيسبوك. وحتى بإمكان كمان تخزين 500 صورة و35 مقطع فيديو. بيعاني الكثيرين من الاضطراب العاطفي الموسمي مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، وانا اول وحده فيني ورد. ما بعرف، ورد بحب البرد وبيحب دائما فصل. انا بحب الشتاء. الاجواء المعتدله، ربيع خريف. بس بتعرفي انا ليش برجع الاسباب ببلدنا او بالبلدان المجاوره؟ بيترافق عوده المدارس وعوده الجامعات والدوام والالتزام والفئه بكير مع فصل الخريف. يعني يمكن نحن عم نتهم فصل الخريف بالاكتئاب بانه هو مسبب الاكتئاب، وعم ننسى انه هو عم يتزامن مع فئتنا بكير والتزاماتنا. كرمال هيك يمكن بيزيد اعراض الاكتئاب العاطفي الموسمي او الاضطراب العاطفي الموسمي. تماما، فشو هي اعراض هذا الاضطراب وكيف بيتم تشخيصه وعلاجه؟ رح نتعرف عليه سوا بهالتقرير. Seasonal Affective Disorder أو الاكتئاب العاطفي الموسمي يلي بيرتبط بالتغيرات بالمواسم، ببلش ببداية الفصل وبينتهي بنفس الأوقات تقريباً كل سنة. إذا كنت مثل معظم الناس المصابين باضطراب القلق الاجتماعي، فالأعراض بتبلش بالخريف وبتستمر حتى أشهر الشتاء. بكثير من الأحيان بتكون القصة عكسية ومنحس بالاكتئاب الموسمي بالربيع أو أوائل الصيف. السبب المحدد للاضطراب العاطفي الموسمي غير معروف لحد هلأ، حتى تشخيص المرض بيتطلب دقة كبيرة لأنه أعراضه بتشابه أعراض أمراض نفسية كثيرة، ولكن ممكن ساعتك البيولوجية أو مستويات السيروتونين يكون لها دور بالمرض. أغلب الناس بتتجاهل هالاضطراب إلا أنه بيأثر بشكل كتير كبير على حالتك المزاجية على مدار السنة. أعراضه: الشعور بالاكتئاب معظم الوقت، فقدان الاهتمام بالأنشطة يلي استمتعت فيها سابقاً، انخفاض الطاقة ومشاكل في النوم، تغيرات في شهيتك أو بوزنك، الشعور بالخمول أو فرط النشاط، صعوبات بالتركيز، الشعور باليأس أو انعدام القيمة أو الذنب. وأخطر المضاعفات هي وجود أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار. الانسحاب الاجتماعي، مشاكل بالمدرسة أو بالعمل، وأيضاً تعاطي المخدرات. العلاج: علاج هالحالة بيبدأ عند التشخيص الصحيح من قبل أخصائيين،
وممكن يشمل العلاج بالضوء عن طريق صندوق ضوئي بيصدر أشعة ساطعة بتحاكي أشعة الشمس الطبيعية. الأدوية والعلاج النفسي وأيضاً العلاج النفسي السلوكي من خلال التحدث مع الطبيب، وطبعاً ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتأمل واتباع نظام غذائي صحي، اتباع أيضاً أساليب العلاج بالموسيقى والفن، وأخيراً تعلم كيفية التأقلم نفسياً مع انقلاب الفصول والتحضير نفسياً لاستقبال فصل جديد من خلال السيطرة على التوتر والقلق. أكيد العلاج بيساعد بمنع المضاعفات، خاصة إذا تم تشخيص الاضطراب العاطفي وعلاجه قبل ما تسوء الأعراض. رح نبلش مشاهدينا أول فقراتنا، والموضوع مهم لكل الأمهات اللي عندها أطفال بالمدارس، وسؤال محير ومقلق بتردده كل أم على نفسها مع دخول كل موسم دراسي جديد، خاصة لو كان العام الدراسي الأول للطفل أو مع بداية شكوى من كثرة الواجبات والوظائف يلي بتبعتها الأنسة للبيت وبتقله ما بتجي إلا وأنت حاللهم كلهم. تماماً يا ورد، أكيد كل أم بتحمل هم المذاكرات لطفلة، وخاصة مع الطفل العنيد يلي ما بيستجيب لأي شيء بتطلبه منه، وهون بتصبح المشكلة أكبر وأكثر صعوبة. والسؤال هون بيقول، وبتسأله كل الأمهات وحتى الأهالي، أنا لازم ساعد طفلي بكتابة الواجبات المدرسية، لازم شيل شوي عنه. كل هذه التفاصيل راح نعرفها بفقرتنا التربية لليوم مع رندة علي ديب الاختصاصية التربوية. سعد صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني أنا لازم أقعد حل الوظائف مع ابني ولا لا؟ لازم أقعد أنا أدرسه من أول وجديد ولا أترك هاي المهمة للمدرسة؟ هذا السؤال اللي راح نحكيه خلال فقرتنا. ولكن بداية، شو المسموح وشو الممنوع بتصرف الأهالي مع طلاب المدارس لما يرجعوا من المدرسة؟ هلأ بما يخص الواجب أو بما يخص الحياة العادية، أنا بحسهم ما كتير، هن كتير مرتبطين مع بعض. فأنا كتير مهم حافظ على روتين معين بما يخص حياتي مع طفلي، وحتى هو بما يخصه بالواجب. وهلأ هذا الموضوع كتير مهم ببداية العام. أنا كتير بيجيني هيك أسئلة، إنه شو أعمل إذا ما قعدت جنبه وساعدته؟ فهو ما رح يعمل المطلوب، وما رح يكن وما رح يلتزم ويكمل كل شيء، لها وحيكون باله باللعبة أو باله أنا الموبايل بإيدي بده ياخده. فنحن لما منقسم المهام ونكون في عنا بطبيعة الحياة، مو نحن بس بالواجب، يكون في عنا خطة وأهداف نقسمها، هدف صغير بعدين يكون في عنا هدف أكبر، يعرف يحس بالإنجاز، ننتقل بمراحل الإنجاز. فأنا بسأل الأم، بقول لها قبل ما إنه ساعده أو ما ساعده، بقول لها أنت قدرانة تعتمدي عليه ولا لا بتفاصيل تانية؟ قدرانة يفكر بموضوع وياخد حل فيه ولا لا؟ تماماً تماماً. هل ثقته بنفسه على قدر كافي؟ هل أنت قدرانة تنفصلي عنه ليستقل ويعمل واجبه لحاله؟ للأسف هلأ مع بداية العام عم نشوف الأمهات هي اللي عم تبكي بانفصال أطفالها مو العكس. تماماً. هون الأم بتاكل هم فعلاً، يعني حتى لو قررت وحاولت إنه هي تعطي الطفل مساحة إنه يحمل مسؤولية، فعلاً يدرس لحاله، فعلاً يقوم بواجباته المدرسية لحاله، ولكن ضمنياً بتحس إنه لا، هو بجوز ما كمل. طيب ممكن عم تسأل أي أم، وأنا أول وحدة منهم، كيف بدي أعطي ابني هاي الثقة؟ كيف بدي أمنحه إياها؟ من أي عمر لازم يبلش يعتمد على نفسه؟ فعلاً أنا عندي 4 واجبات لازم أخلصهم، بعدين لازم أحفظ دروسي، بعدين عندي ساعة اللي هي مساحتي لحتى أرتاح قبل ما نام. إمتى بتبلش؟ بأي عمر؟ هلأ أنا من أول ما ببلش طفلي يقوم يزحف أو يبلش يكتشف المحيط اللي هو فيه، كتير مهم أنا من هون أعطيه هذا الحيز ليبني ثقته بنفسه واستقلاليته. كيف يعني؟ بقول له أنا للأم، طول ما أنت أحطتي بمكان أو بغرفة آمنة إذا وقع أو فيها مواد أو أدوات ما تأذي، أعطيه حريته يوقع ويرجع هو يجرب يقوم، ويرجع هو يجرب ياخذ الشيء اللي لعب فيه أو اكتشفه ويرجعه لمكانه. هاي المهام على بساطتها، ولكن هي بالمستقبل أنا بتفتح لي كتير أبواب وأفق للطفل لأنه يكون عن جد مستقل. من ناحية لما ذكرتي إنه أنا كيف عنده 4 واجبات بده يحطها، هلأ نحن في عنا مشكلة حتى نحن الكبار، إنه نحن منسوف
دائما من أجل أمورنا أنه أنا مثلا بكرة عندي درس عربي بدي سمعه وأنا أخذته أولت مبارح، فأنا لليوم لراجعه لا أو بكتب وظيفته كمان نفس اليوم، فلا أنا بخليه فورا أول ما أرجع في عند شو أخذت اليوم مو شو عندك لبكرة. فهي الفكرة وفي طريقة كتير مهمة نحن بنقول أنه ما فينا للأسف ننكر أبداً أنه حجم الواجبات عم بيكون كتير كبير وأكبر من وما بيستفاد منه، يعني للأسف في جزء كتير مهم من الضغط اللي بيدرسه الطفل هو ما بيستفاد منه بحياته، يعني حتى كثقافة يعني ما بيعطي مهارات تمام، حتى كثقافة ما بتزيده بهي العمر الثقافة، دائماً لازم يكون موزع الموضوع بطريقة أنسب لعمر الطفل، ولكن نحن عندنا هذا الشيء هو موجود لازم نتعايش معه. فهي بتجزء المهام مثل ما حكينا، يبلش بجزء من الواجبات، طريقة التعليم بقلب البيت كيف تكون، عن طريق نشاط، عن طريق لعبة، عن طريق شيء هو بيحبه، هذا بيختصر عليها الوقت انه لازم تعطيه وقت للراحة، فهو حيعتبر انه حتى الدرس او الواجب هو بالنسبة له راحة او متعة معينة. تماما رح اطرح امثلة حتى نمشي من الحلقة الاولى او الطفولة المبكرة وبعدين نتدرج نحن وطالعين. انا بتذكر عملت شغلة لما كنا طلاب مدارس، جبنا دليل المعلم، هذا الدليل اللي بينبع فيه حلول مخبى تماما، هذا اللي فيه حل الوظائف كلها، واعتمدنا عليه لمرحلة معينة يمكن أسبوعين، بعدين كشفتنا المدرسة إنه نحن عم ننسخ نسخ. النتيجة والفكرة إنه صح ولا غلط إنه الأهل يساعدوا الطفل ينقلوه الحل، رغم إنه مثلا الطفل فعلا في شغلات مثلا ما له شاطر بالإنجليزي فلازم يكتب الوظيفة، فالأم تجي بتقعد بتحل له الوظيفة للولد ويمكن تحاول تفهمه، والطفل بذكائه بيقول له انه انا فهمت بس هو ما فهم. طبعا. شو الأضرار السلبية على هذا الموضوع اذا استمر لفترة طويلة؟ هلا انا بقول لك انه ما تعطيني السمكة علمني كيف اصطادها، فدائما لازم نحن نزرع هاي الفكرة بالطفل لحتى هو يقول لا انا بدي اعمل بايدي ما انت تساعديني فيه. هلا في فكرة انه انا لازم مثل ما حكينا خصوصي بالفترة الانقطاع صار في كذا فترة ما عادوا راحوا الأطفال على مدارسهم، فصار هذا الشرخ، صار فيه الفجوة كتير. هلأ مثلا بيجينا استشارات أنه أنا مطلوب منه إملاء مثلا جملتين وهو لسه الأحرف مو متمكن منها، فأنا بهون كتير بأكد على التعاون بين المدرسة والبيت، أنه تروح وتقول لهم أنا هيك طفلي أنا رح أسسه، ومثلا بدل ما تكون الإملاء غيابي تكون منظور، يعني هو شوفه وينقلها نقل لحتى نشتغل على الثقة بالمدرسة، وبنفس الوقت هي عم بتأسس، لأن أبدا ما راح تستفاد لما راح تعلمه طريقة يغش فيها أو طريقة يوصل للحلول بسهولة، فهو بالمقابل حيرجع على البيت يغشها ليعملها مثل عاطفيا لحتى ابتزاز عاطفي، تماما ابتزاز عاطفي لحتى ياخذ كل شيء بده اياه بالطريقة السهلة، وهذا لمستقبله كتير حيكون يعني كتير مضر. الحياة مو دائما حتكون مثل أمنا وأبونا اللي تعطونا هاي الأشياء اللي إنه بيمرقوا لنا إياها، فأكيد هذا الشيء مداره كتير كبيرة وبيتعمم. نحن منقول الدرس ومنقول واجب، ولكن هو بيتعمم بكل الحياة. صح. وهون بقى منشوف بعض الأمهات عم يشتكوا، أنا ابن رفيقتي بيدرس لحاله وبيكتب وظائفه لحاله ومريح أمه، أنا ابني لا بده يقاسمني بكتابة الوظائف، يعني أنا بكتب ثلاثة أنت بتكتبي لي واحدة، وفي طلاب فعلا هيك لازم يعني إذا ما كتبت له هو ما بيكتب، يعني مشان ما توصل بقى لمرحلة بقى التعنيف والضرب كل هدول القصص. بهي الحالة الأم شو لازم تعمل؟ هي كان الخطأ معها؟ هي الخطأ اللي حتى خلت ابنها أو طفلة يوصل لهي المرحلة، ولا لا في بعض الأساليب أو طفل ذكي، يعني ابن رفيقتها ذكي، طفلة ممكن يكون بس اجتهاد شخصي، فروقات الفردية بتلعب دور ولا لا؟ أساس التربية كمان تماماً، في فروقات فردية عند الأطفال وعند أمهاتهم، يعني هي أنا لما بتجي أم بهيك شكوى بقلها سألتي رفيقتك شو عملت معه لحتى هيك صار؟ ومن أيمتى بلشت معه لحتى وصل تمام لهي النقطة؟ يا ترى ابنك مثلا بشو بيختلف عن ابن رفيقتك؟ دائما انا بقول لها تركز على الميزات اللي بابنها وتحاول تعطيه. نحن للاسف بتلاقي الطفل قاعد عم بيطلع انه كل ما بده يكتب شغله بيطلع بامه انه هي تعاليم وشها، انه هي رضيانه على اللي انا عم بعمله. كمان هذا نحن تعبير وشنا وهو والولد عم بيحل ويطلع غلط حله، كمان كيف نحن بنعالج هذا الموضوع؟
كمان هذا كثير شيء مهم. كيف لازم اعالج؟ اتركه ما يكتب، ولو ما كتب وراح المدرسه والواجب مو معمول ويتعاقب هيك اتركه؟ يعني في فرق ما بين بعد ما يكتب غلط انا اقول له لا غلط، او ما بين اقول له انت جربت بس انا رح اعطيك طريقه ثانيه تجربها. فطريقه استخدام كلامي ونبره صوتي وطريقتي لحتى انا وجهه بالطريق الصح ما حيخلي هي لا دائما هي بذهنه بكل شيء بحياته، انه انا شو ما عملت يمكن اسمع هي الكلمه بهي النبره فحتاثر على سير حياتي. فلهيك انا راح هو تركيزه اصلا من الواجب، هو عم بيحاول يركز بردود فعلي كامه انه انا رضيانه ولا لا. فهي طريقه تعاملي مع الخطا بطريقه ايجابيه، انه استخدم كلمات بدل لا له ما عليه منجرب، شايفه انه ممكن هي الطريقه تكون اسرع، هي الطريقه اسهل، اذا عندك انت طريقه ثانيه ساعدني. يكون في زاويه محدده بالبيت، هي خصوصي للواجبات، هو واجب او فرض منزلي يعني مفروض واجب. طيب سؤال هون، امتى الوقت الانسب ليبلش الطفل يكتب وظايفه؟ يعني قلتي انه خلينا نطلع شوي للمرحله العمريه المتقدمه اكثر، سابع ثامن وحتى سادس وخامس، رجع الطفل على المدرسه خلينا نقول وحده الظهر، امتى الوقت الامثل ليبلش يكتب الاربع خمس وظايف اللي اخذهم من المدرسه؟ هلا في طلاب بيكون الدوام الدراسي الصباحي مرهق لها، فهي بتفضل انه تكون لا مرتاحه. دائما نحن في عندنا ساعه بيولوجيه وعندنا خط زمني، كل شخص بتلاقي طلاب جامعه بيقول لك انا بروق وبدرس بالليل بيكون تركيزي عالي، في طلاب بيقولوا لك لا نحن الصبح عبكير. فانا بشوف خط الزمني لابني شو هو، وخصوصي انه مثل ما عم تذكر الاعمار هي واعيه، هي قادره تماما هي تقسم وقتها. فكتير ضروري اول ما يرجع في عنده اكيد بريك ليرتاح ويتغدى، بس كتير مهم انه فورا يحل الواجب اللي اخده اثناء النهار، هذا بخفف ضغط لحتى انا اشتغل على الذاكره القريبه والبعيده، لحتى انا ارسخ المعلومات تماما لساتهم بساحه الشعور لحتى ينتقلوا بطريقه كتير مناسبه لمرحله اللاشعور. ساعتها لما بدي استرجع درسي قبل الحصه فانا حيكون موضوع الوقت اقصر، الموضوع اريح، شعوري بالانجاز انه متعه انه انا عم بعمل فرض او واجب هو مجبوره انا فيه، بالعكس ما احسه مجبوره فيه، احسه ميزه عم تنضاف الي. فهي التفاصيل مثل ما ذكرت تكون في زاويه معينه، الاعمار الابتدائيه الاولى الام تقول لها مثلا انا حروح اشتغل على الكمبيوتر نص ساعه، بين نص ساعه انت حتحل هذا الواجب حتورجيني اياه، ان كان في اغلاط حنصلحها سوا وانا حارجيك شو اشتغلت واخذ رايك فيه. فهي هذا التبادل حياتي استقلاليه معينه وثقه بنفسه بعيده تماما عن المشاكل والتعصيب. بعيدة عن المشاكل والتعصيب اللي ممكن ما فينا نقول انه حتخف، ان شاء الله تخف مع الاهالي او مع الامهات اذا فينا نخصهم هنن اكثر شيء لانه هنن بيستلموا اطفالهم. طيب انا باي عمر ممكن خلي ابني يستقل؟ فعلا بعرف انه هو قادر انه يكتب وظايفه ويحفظ، ما ارجع له جيب لي كتبك اسمع لك شو حفظت شو درست. ممكن تبلش الساعه 12 بالليل لاقي لا دارس ولا حافظ، ثاني يوم عندنا دوام. امتى بعرف هو عنده مؤشرات ولا لا في عمر معين انا دربته عليه وهلا لازم يلتزم؟ هلا بالصدق متى ما صار طفلي بعمر السنه ونص سنتين انا حطيته بمكان مع شويه الوان امنه على ورقه كبيره وعم بيخبر فيها لحاله وحاطط له شيء حواليه بحيث ما يقلب ما يوقع او شيء، هاي النقطة الأساسية اللي أنا ببدأ للمستقبل كله علمه يعمل شيء بإيده بدون ما يكون خايف أو ثقته بنفسه ما بتقدر تعرفك. الأم يعني أنا خليه مثلا يقعد يشتغل لحاله يشيل ويكب ويعمل ويساوي، أنا عندي كمان فيلم التنظيف والترتيب والتعزيز فهو لا ما بدي إياها. بتحطي ألوان، هي في خدع بعلمك إياها، بتحطي ألوان بطريقة معينة، هي الزاوية مخصصة للطفل يعمل فيها شو ما بده، حتى نفسيا ما يكون قاعد وقلقان إنه أنا يي لوسخ أو أعمل أو، ففي تفوتي بمشاكل ثانية أنت بغنى عن إنك تفوتي فيها. لهيك من هذا العمر كثير مهم، وهذا ما قلتي لي انه ممكن يحطها بتمه او ياكلها. طيب بتمه يشتغل بالحيطان، يشتغل بالارض، يشتغل بالفرج، يعني خيال الطفل واسع والخيارات قدامه كثير كبيره متاحه وعنده مساحه كبيره. كثير حلو انا اكون خصص له زاويه للتخريب من هذا النوع باول فتره. بعمل نايلون
وبحط وفي مخدة خصوصي إذا شخبر علي، في شرشف خصوصي أنا إذا شخبر علي، في ألوان ومعجون إذا حطه بتمه، أنا كون عملته بالبيت بعمله من عجين وملح، فنسبة الملح عالية، وقت حيحطها هو لحاله بدون ما تقلي له لا وتقلقي هيك تماما ما حيحب طعمته وخلص تمام. وخصوصي إنه بيكون هن لهم ألوان وبيجذبوا إنه أول شيء يجربوا ويستكشفوا ويحطوا بتمه. طيب هون في سؤال مهم، المناهج بتطور دائم بوزارة التربية، وعم يرجع الطفل على البيت هو صف ثالث رابع، الأهالي عم يحاولوا يساعدوا الطفل بكتابة الوظائف ما عم يقدروا، فقالوا أستاذ خصوصي تفضل لحتى تساعد طفلنا، مع ولا ضد تقوية الطفل بمادة أو مادتين والاستعانة بمدرس خصوصي؟ ولكن معظم مدرسين الخصوصي اللي عم يدرسوا ابتدائي اليوم بالبيوت ما لهم خلق كتير على الطفل، فهن عم يحلوا له الوظائف ويبعتوه تاني يوم على المدرسة، وبرافو متقدم طفلكم. والله هون لازم يكون في متابعة. أنت قلت تقوية، تقوية معناتها أنا ابني ضعيف ولازم أقوي. أنا ما فيني مثلاً إذا ابني مثلاً عم بيجعوا بطنه أخذه عند دكتور مثلاً لوجع الرأس، فهي تشبهها تماماً، فأنا كأم ما فيني إجي عالج له مادة علمية أنا ما بعرف فيها، وخصوصي مثل ما قلت هلأ في فرق، بقول لهم أنا إذا هلأ مثلاً بعيد الابتدائي بجوز أرصد بشي صف تحس في كتير صار في فروقات، وطريقة التعليم عن جد صارت متطورة أكثر. مو حلو الأم تتعلم، حلو الأم تقول أنا مثلاً بدي أتعلم لغة لعلمها لابني، مو غلط أبداً، بس دائماً الطفل له طمع بأهله. هلأ أولاً من أنه بقول لأ أنا بفضل أنه ما يكون في متابعة منزلية بخصوصي أو شيء، بس لأ هلأ صار في كتير فجوات، صار في انقطاعات كاملة فترات معينة بمراحل مهمة للطفل، فهو لازم يكون في ترميم من مختص. كيف بيكون هذا الترميم؟ إذا الطفل أنا مشتغلة معه صح، أنا ممكن أقول له دروس وحط لي بس إشارة جنب الأشياء اللي أنت مو فهمانها، بجيب حدا بيشرح لك إياها، فهذا الموضوع أوكي، بس هاي المتابعة اليومية إنه يجي أنا يحل له واجباته أو شيء أنا ما كتير معه، خصوصي إذا كان عمر الطفل كبير يعني إنه هو بيقدر يعتمد على حاله. ممكن يوصلوا لصف التاسع والبكالوريا ما بيدرسوا إلا لحدا يدرسون. أي. وأنا شايف هيك نماذج، حدا صف تاسع مثلاً والله ابني عندي تاسع ما فيني أطلع. طيب اطلعوا اتركوه هو عم يدرس مثلا وارجعوا له بعد ساعه ساعتين شوفوا ما بيدرس اذا ما قعدنا جنبه. هلا مرحله صف التاسع خصوصي هي جايه مع مرحله عمريه كثير مهمه للطفل، بدايه البلوغ تماما، وهو مو قدران يرتب اولوياته، واجباري مرحله التعليم بالنسبه له هي مو اولويات. بالبكالوريا بيكون في هي اولويه لانه في عنده صار توجه مهني ليبني شخصيته وعائلته واسرته، بيكون بلش مرحله الرشد، فهي تزامن المرحله العمريه مع التاسع للحقيقه هي اللي مو صح. فيعني انا انه اجي احط اترك ابني انه وروح اكيد حارجع الاقي عم بيحضر فيلم او عم بيحكي مع رفيقه او عم يتسلى، لانه هو مو ترتيب اولوياته ببناء المرحله اللي هلا عم بمر فيه، مو من ترتيب اولوياته ابدا. لهيك يفضل يكون في توعيه بالموضوع من السابع والثامن، انه انا شو الخطوه اللي بعد التاسع، قديش انا ممكن اعمل، حافظ له على نشاط معين خلال العام الدراسي، تمام، رياضه، باسكت، رسم، موسيقى، اللي هو على شيء يكون هو يقدر يفرغ فيه ويقدر يكون عنده هذا التوجه. تمام، ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا استاذه رندا، واهلا وسهلا فيكي، وبنتمنى عام دراسي موفق لكل الطلاب ولاهاليهم كمان لانهم بيشاركون بالهم. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيكي. وممارسه التمارين الرياضيه بالجيم بتعزز الحماس وبتحث على المثابره، لكن ثم تمارين قابله للتطبيق بالمنزل وهي اللي بتساعد بشد الجسم ورشاقته، لهيك رح ننتقل لدقائق مع رياضه الصباح اللي صارت جاهزه. يسعد صباحكم، صباح الخير. رح نبدا اليوم تمريننا مع بعض، نبلش احماء بالمكان، جري، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، كمان مرة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، وبريح. رح اطلع جامب وبنزل يمين، جامب ويسار، واحد، اثنين، ثلاثة،
أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان خمسة أربعة ثلاثة اثنين وآخر مرة بريح باخذ نفس مكان حافتح رجلين بنزل سكوات ثبت الايدين على الارض برجع لورا بطلع سكوات فوق كمان اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبريح فوق باخذ نفس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مكاني رح أطلع واحد لقدام شوي باخذ خطوة واحد نفسها لورا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وبريح بنتقل على الرجل الثانية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثانية كمان خطوة قدام وخطوة ورا ثلاثة أربعة خمسة ستة وآخر تنتين سبعة وآخر وحدة بريح بكون خلصت تمارين اليوم بشوفكم بكرة باي باي. يسعد صباحكم مرة تانية. تراثنا مليان بالأمثال والحكم الشعبية المتعلقة بآداب التعامل مع الجيران وضرورة مراعاة حقوقهم وأهمية الحفاظ على الروابط الطيبة بين الجوار، لكن للأسف مو بكل الحالات بتم تطبيق حسن التعامل مع هالموروثات. تماماً يا ورد، فممكن يواجه السكان بعض الخلافات مع جيرانهم لأسباب عديدة، لهيك نظم القانون السوري هاي الحالات بموجب القانون 55 من خلال إجراء لجان للبنايات بتحكمها مجموعة قواعد بتحمي مصالح وراحة الجيران. لنتعرف على تفاصيل هذا القانون رح يخبرنا تفاصيل المحامي الأستاذ رامي حامد. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ رامي. أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع غريب يمكن نحن عم نطرحه، ولكن أنا شخصيا استغربت أنه نحن في عنا قانون اسمه القانون رقم 55، هذا الناظم للتعامل بين الجوار والتعامل مع سكان البناية الواحدة. هذا صدر يمكن القانون بال2002 تمام. معقول نحن بسوريا عنا قانون بينظم علاقة الجار مع جاره؟ هلا بتطور الحياة كان من المفروض انه تنفرز قوانين جديدة لتقونن وتسهل الحياة اكثر واكثر. نحن كنا بمجتمع الريفي انه القرية كلها 10 بيوت بيعرفوا كلياتهم اقارب، وقت دخلنا على المدينة، المدينة عم تحكي انت بناء احيانا ممكن يكون فيه 30 شقة 40 شقة 50 100 شقة، فهدول الناس كيف بدهم يديروا
هالقطاع المشترك اللي بين الادراج المشتركه، المصاعد مشتركه، المي مشتركه، الكهرباء المشتركه، النظافه مشتركه، ما فينه بهيك ابنيه، ما فينه كل واحد يقول انا ما دخلني وكل واحد يزت على الثاني، انا بنظف قدام بيتي وما لي علاقه بالثاني. امام تطور الحياه كان لازم انه يكون في رده فعل قانونيه لتلبي متطلبات المجتمعات، وكان هذا القانون هو احد اهم هالطرق بموضوع تلبيه الحاجات الاجتماعيه. ممكن انا من الاشخاص اللي عم يتساءل انه كل الابنيه لازم يكون لها لجان وبيحكموا هذا القانون، ولا ابنيه ايه ابنيه لا، احياء ايه احياء لا؟ هلا وفقا للقانون كل بناء زياده عن 8 شقق بيحكم قانون رقم 55، مفترض انه طبعا ملزم البناء اللي زياده عن 8 شقق انه يكون في عنده لجنه بناء. الابنيه الاقل من 8 شقق بامكانهم انه هن يقدموا طلب اذا حابين. الطلب لازم يكون من ثلثين الساكنين او القاطنين او الشاغلين، سواء كانوا مستاجرين او مالكين، بحق لهم بيعملوا بياسسوا هي اللجنه وبتصير وبتتابع امور البناء. تمام. طب هي اللجنه كيف بتتاسس استاذ؟ يعني هي اللجنه عباره عن شو؟ كم عضو فيها؟ مين امين سر؟ مين اللي رئيس اللجنه؟ شو مهامها اصلا؟ هلا اللجان بشكل عام بيتم انتخابها بطريقه الاقتراع السري. بيتم انتخابها من قبل هيئه تسمى هيئه الشاغلين، يعني سكان البناء، الجوار نفسهم هن اللي بينتخبوا هالهيئه من سكان البناء. ولازم يكون من سكان البناء تماماً هذا الشخص. تمام. يجب احد الشروط الاساسيه انه ان يكون مقيم في البناء، عمره اكثر من 25 سنه، ما عليه جرم او جنايه شائنه او احكام قضائيه، متقن للقراءه والكتابه. اوكي، هي الامور الشكليه. نعم. نعم. بس الانتخاب بيصير بهالموضوع هذا، بتجتمع الهيئه بعد دعوه الهيئه الناظمه لهالقانون، يعني البلديه بشكل عام. البلديات هي في مكتب خاص بكل بلديه، هي اللي بتتابع هالمواضيع هي. البلديه بتدعي للاجتماع خلال مده شهر، تجتمع سكان البناء وبنحط طبعا الاعلان بزاويه خاصه بالاعلانات بمدخل البناء، واضح للكل بيشوفه وبيطلع عليه. بيتم الاجتماع في المرحله الاولى، طبعا في عنا اكثر من مرحله للاجتماع اذا ما تحقق النصاب. اجتمعنا، بترشح اللي بده يترشح. بشكل عام بهالجلسة التأسيسية بيكون الأكبر سنا هو رئيس الجلسة. وقت بيصير الانتخاب في عنا بدنا نختار ثلاثة من اللي أكثر شيء أخذوا أصوات، الأعلى صوتا أو الأكبر سنا هو رئيس اللجنة. الأقل سنا أمين السر، هو أمينا للسر. حاسس حالي بمجلس الشعب أنا. تماما. فيعني هي هيئة حضارية جدا، يعني إذا ولكن صراحة أستاذ غير مطبقة. هلا يعني انا يعني هذا اللي عم تحكي اول مره عم بسمع فيه. التطبيق عم يعمل مشاكل، بمعنى انه انا كيف بدي اعرف انه انا عندي مشكله بمكان ما او بموضع ما الا وقت اللي بدي اطبق هذا القانون. حتى مو بس مشاكل استاذ رامي، يعني انا بجوز مثلا الكل مجتمع على فلان او على شخص معين، طيب انا واحده من الاشخاص اللي ساكنين بهي البنايه، انا ما بدي هذا الشخص يكون رئيس لجنه. واذا صار معي اي مشكله، اي خلاف، اي شيء، ما راح ارجع له. طيب رح حل كل شيء. بهالحاله هي نحن بهالحاله هي نحن قدام حاله بسموها فينك تسحبي الثقه انت من هذا الشخص، يعني فينا نعمل اجتماع هيئه عاجل كمان ضمن البلديه يلي نصبت لهدول الاشخاص. بنقدم طلب للبلديه من ثلثي اعضاء البناء، وهذا الطلب بحددوا لنا موعد لانتخابات ممكن نسحب فيه الثقه كلا او بعضا، يا من اللجنه كلياتها يا من احد افراد اللجنه. فعمليا نحن هي الديمقراطية السكنية، هي الديمقراطية اللي ضمن البيت الواحد تقريبا. طيب. نحن عم نحاول نأسسها بمجتمع صغير هو المجتمع البناء هذا. أنا ما كثير تفاعلت معه لصاحب البناء لرئيس اللجنة أو إلى فيني بسحب الثقة منه، بس لازم يكون عندي نصاب معين. ما قدرت أحقق هذا النصاب، فالأغلبية تحكم الأقلية. طبعا. يعني هي الأصول. طيب هون اليوم خلينا نحكي ببساط احمدي، في ازعاجات بين الجيران، في ناس عندها بكالوريا عم تدرس وناس معليه المسجله لاخر صوت، في ناس مثل ما قلت حضرتك حاطين مثلا كيس القمامه على باب البيت ومطلع روايح، وانا قدام بيتي ما حدا دخله فيني. نعم. وازعاجات وخلافات اخرى بين الجيران، لجنه البنايه شو بحق لها بهالمواضيع؟ لجنه البناء بتتعاقد مع شخص هو حارس البناء.
وهذا وفقا الناطور الناطور وفقا للقانون هو يعتبر من يعني حسب القوانين السورية هو يعتبر من 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 زمرة خدم المنازل يطبق عليها القوانين هي. هذا الإنسان بينفرز له بيت لحاله مناسب لكرامة الإنسان. طيب ثواني مع راتب مقاطعة objection هي مثل ما بتعملوها بالقصر العادي. تفضل تفضل. اي بل اي بنايه اي بلد عم تحكي اولا او ثانيا اي بنايه اليوم موجوده بسوريا غير بمناطق اللي اكس واي وزد وهدول الهاي فايف يعني شلون نحن بدنا نطبق لجنه بنايه اولا ببنايه بالعشوائيات بالاحياء الشعبيه حتى مو عشوائيات لو مطابه اخضر ومفروزه ما في ولا بنايه اليوم عندها لجنه. انا اتحدى اليوم لو عملنا استطلاع راي ل 100 بنايه يمكن بيطلع معنا 5 أو 6 عندهم لجنه بنايه. اذا البيت ما عنده لجنة بناية يلجأ لها في حال إزعاج جاره بيروح للبلدية؟ بالتأكيد. هلأ نحن بالأبنية الحديثة بشكل عام يعني ما رب أعمل دعاية للمكان اللي أنا ساكن فيه بس هو مكان يعني متواضع يعني تمام. مشروع دمار مانو فبكل بناية فيه في مشروع دمار مالو هاي؟ لا بالتوسع يعني لا لك شغلة يعني في ناس عم يشوفونا وجاهزين على الفيسبوك لا حتى ياخذوا كل مقطع خليني اقول لك يعني نحن يعني هالطبقة المتوسطة اللي عايشة في هالمكان هذا لا ما عندها الاوفر زيادة يعني بس انا بذكر لك مثلا اذا خلينا بدمشق شارع بغداد رحنا للبرامكة رحنا للحلبوني رحنا للحمرة رحنا للشام القديمة في ابنية بتحسها انه هي مضطرة انها تعمل هيك تمام يكون عندها قطاعات تجارية معينة إذا تركت الأمور على عواهنها وتنفلت الأمور بهالطريقة هاي فال ال 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 يعني القمامة بتاكل العالم يعني في شيء بده تنظيم هذا التنظيم هو عمليا هو إجا لخدمة المجتمع يعني ما أنه رفاهية هلا أستاذ أنت حضرتك عم تحكي كتير سليم نحن عم نحكي اللي لازم يصير وأنا عم أقول لك اللي صاير في جزء منه عم يصير يعني في جزء منه عم يتطبق التطبيق عم يعمل مشاكل نتيجة مزاجية التعامل بين مزاجية التعامل أو عدم الدراية بالقانون أو عدم فهم القانون يعني هذا الكتيب أعتقد يعني 50 يعني صفحة أو 40 صحيح. صفحة يعني أعتقد أنه المفروض هو يكون موجود بكل بيت مشان أعرف أنا سكني. شو إلي وشو علي وحتى كمان كرئيس لجنة إذا بدي أنا نصب هذا الشخص شو بده يحل لي شو بده يعمل لي شو بده يساوي لي في حال خلافات بلجأ له لك وحل المشكله او ما حلها شو بده يصير بعدين هلا انا يوم ما عم تنحل المشكله وهالموضوع هذا يشكل خطر على هالمنظومه الاجتماعيه هي على البناء على الاساسات يعني الموضوع ما بس انه اداره المي والكهرباء والحارس والزباله والامور لا في شغله البناء تصدع انا كيف بدي شو بدي اعمل انا لمين بدي الجا اللجنه لنفترض انه اللجنه ما كانت كفؤ بين قوسين ما كانت كفؤ لمين بدي الجا انا في عندي المحافظه في عندي البلديه محافظه بتوعز للبلديه بتطلع المكتب الخاص بتنظيم بتنفيذ هذا هلا مثلا في بالصفحه 23 الماده 23 كمان النفقات يتم الانفاق في البناء على الخدمات المشتركه من قبل اللجنه وفقا للاعتمادات المقدره والمعتمده في الهيئه بموجب خطه الانفاق الماليه السنويه دق علي رئيس اللجنه وقال لي بدنا نصلح نحن باب الحديد مثلا باب البنايه انخلع بقول لك انا اولادي ما خلعوا انا عليك 100000 ليره ان شاء الله تنقضى ب 100000 ليره انا بقول لك اولادي ما خلعوا انا براسي عايش مثلا انا وهالمره بهالبيت ليش عم تدفعوني مثل اللي عنده 7 أطفال و8 أطفال فايتين طالعين على البنايه الميزانيه تبعت لجنه البناء بنعملها دراسه خاصه باول كل سنه بالشهر الثاني او الثالث كل سنه في اجتماع هيئه عامه للبناء اي شيء بيصير فيه تطوير او بده يتطور او خطه العمل تبعيت الايام القادمه بتنعمل بهالاجتماع تبع اول السنه للهيئه العامه برئاسه اللجنه بتتخذ قرارات انه نحن كل شهر رح نقتطع من كل بناء من كل شقه مبلغ وقدره كذا حسب القانون الشقه المسكونه تعامل بطريقه الشقه المفروشه المانا مسكونه جاهزه بتاخذ منها 50% والمستاجر مثل المالك المستاجر مثل المالك تماما الشقه اللي ما انا جاهزه على العظم يعني بتاخذ منها 25% الشقه اللي عم تتجهز بتاخذ منها 150% ليش لانه هي عم تسيء لنظافه البناء ففي نفقات اضافيه بموضوع النظافه عم يزقوا اغراض المي عم ياخذوا مي اكثر لو انه عم يجهزوا هن عم يكسوا بضل هال 150% تتاخذ من هالبناء لحتى يخلص الاكساء اجينا على النقطه الحاسمه واللي حكيتها حضرتك انه انا
ما اقتنعت بهذا المبلغ اللي دافع لي او اللي بدك تدفعني اياه، انا شو لازم اعمل؟ بموجب القانون انت بتدفع النص وبتعترض. بتعترض امام الهيئه العامه يعني اللي بالبلديه يعني نفس ثم اعترض. الهيئه العامه هي جمله السكان، هن الجوار، تطلب من الجوار نحن بدنا نجتمع في موضوع ضروري. هذا المبلغ زعجنا، بجوز هو ما زعجك لحالك، زعج الكل خصوصا بالازمه الحاليه الماليه. فانت عمليا انت عملت اجتماع وفرضته على اللجنه لهذا الاجتماع، اجينا بالاجتماع قررت اللجنه انه لا بدك تدفع، بدك تدفع. والا القرار بدها تتخذه اللجنه او الهيئه العامه هو قرار معجل النفاذ، قرار يطبق بالقانون. شو بيعاقبوني يعني بس بربع دقيقه شو بيعاقبوني؟ ما فيها حبس الحكايه، بس فيها الحكايه انه انت ما فينك تجدد مثلا مستاجر، ما فينك تجدد حتى تبري ذمه، ما فينك تبيع وتشتري، نحط اشاره على صحيفه العقار تبعيتك. تمام تمام. المأمور التنفيذ فورا رح ينفذوا لهذا القرار. صحيح. عجله يعني 15 يوم بده يتنفذ القرار. صحيح. يعني انت ما دفعت لا تدفع. أوكي. بس في امور متوابع بالنهايه، ما بدك تبيع، ما بدك تشتري، ما بدك تاجر، مرجوعك لعنده. تمام. هي الاساس. هون لازم مواضيع ترتب على كل شخص، مع الواحد يتثقف من خلال هذا القانون حتى نعرف شو انه شو علينا. ختاما ما ضل غير نتشكرك استاذ، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك استاذ رامي. يسعد صباحكم مرة ثانية. تعتبر بلودان مصيف سوري مميز ومهم، تقع في شمال غرب دمشق على ارتفاع 1550 متر فوق سطح البحر، وتقع على هضبة بتطل على سهل الزبداني ببساتينو وأشجاره المثمرة، وبتبعد بلودان عن دمشق حوالي 50 كيلومتر. تماماً يا ورد. وبتتميز بلودان بطقسها الجميل بالصيف وأيضاً بتلجها بالشتاء، وهي مقصد سياحي مهم بسوريا. كاميرا صباح الخير عملت جولة ببلودان ورصدت الأجواء الصيفية والسياحية. أغلبنا لما كنا صغار كنا ننطر يوم الجمعة عطلة الأسبوع لنحضر أغراض المشوار ونتفق مع قرايبينا لنعمل سيران على واحدة من أحلى المصايف السورية وأقدمها يلي بيحبوها كبار وصغار، بلودان. هالمنطقة المميزة بطيبة أهلها وبطقسها المعتدل بالصيف وبتلجاتها الكتيرة بالشتوية. بلودان مدينة سياحية قديمة جداً من 200 سنة. رجعنا هلأ فتحنا منطقة جديدة هاي بالجبل، فتحنا أول مطعم وصار في سلسلة مطاعم مشهورة على مستوى وطن عربي كله، منقدم أطيب الوجبات وعندنا مناظر كتير بتطل على جبل صنين بلبنان وجبل الشيخ كمان بتطل عليهم، فيهم ثلج صيفاً شتاءً، وهوا بلودان مميز يعني بالصيفية بالبرودة وبالسهرات الحلوة. عندنا كثير سهرات حلوة وجميلة بالبلدان. فنحن هون بالمطعم خطرت على بالي أعمل تلي فريك، هذا الأول بسوريا. في سنة 2010 ركبنا وكانت خطوة جريئة وجديدة. والحمد لله الله وفقنا. عندنا كثير فواكه مميزة وخصوص التفاح بلوداني، يعني هذا معروف عنه، والجوز واللوز. وجميع أنواع طيبة كون أنه هواها نظيف وميتها نظيفة وتربتها نظيفة. فبتلاقي المنتجات الزراعية كتير مميزة عندنا هون ببلودان. هلأ بلودان بما أنها هي جبلية فهي ممتدة ما شاء الله، يعني وين ما رحت بتلاقي في منطقة واسعة.
بتبعد بلودان عن العاصمة دمشق حوالي 50 كيلومتر من الغرب، وبتشتهر بكثرة الأشجار المثمرة ودائمة الخضرة، وبتكثر فيها الينابيع، المنتزهات والمنشآت السياحية مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي ومدينة الألعاب وتجربة التل فريك. سهلة فيكم ببلودان، وكل شيء كان حلو هون ببلودان، طقس حلو والمطاعم حلوة. معروفة بلودان بطلتها الحلوة وأجواء الخلابة، بقى حبينا كل سنة نجي وناخد هيك استراحة فيها. نحن جايين من صيدنايا، صيدنايا منطقة جبلية، وبلودان ولو جبلية بس فيها خضار حلو، ونحب نغير جو. اجينا والحمد لله توفقنا، هالولاد الصغار كثير انبسطوا. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي بنتذكركم فيها بإمكانية التواصل معنا عبر الأرقام اللي رح تظهر بأسفل الشاشة. كتير حالات الإغماء اللي ممكن يتعرض لها الشباب بسن صغيرة بسبب أزمة قلبية أو حتى دماغية، ومن بين الأعصاب اللي ممكن تسبب هيك حالة هو العصب المبهم أو العصب الحائر. طبعاً هالعصب يا نور هو مسؤول عن كثير من الوظائف بجسم الإنسان، وخلل أو مشكلة بسيطة فيه ممكن يسبب مجموعة من الاضطرابات العصبية والمضاعفات. لنعرف أكثر عنه وشو الأمراض اللي ممكن يتعرض لها وشو الأعراض الجانبية يلي بتنشأ عن هالأمراض وطريقة علاجها طبعاً بشكل سليم، صار معنا بالاستوديو الدكتور مجد الدين الخطيب، اختصاصي بالأمراض العصبية الداخلية. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين شو نقصد نحن بالعصب المبهم أو الحائر. تمام، العصب الحائر أو العصب المبهم هو جاء من التسمية اللاتينية الفاغوس نيرف، أي العصب الهائم أو المسافر. هو عصب ينشأ من الدماغ، وسمي بالعصب الحائر لأنه هو العصب الدماغي الوحيد الذي يسير بالجسم عبر العنق الصدر وينتهي في أحشاء البطن. على عكس بقية الأعصاب الدماغية ممكن تنتهي فقط بمحيط الرأس والعنق فقط. فلهيك نحن سمينا أو سمي بالعصب الحائر. طبعا العصب الحائر له وظائف عديدة. طبعا بالجسم في عنا زوجين، يعني في عنا زوج، في عنا عصب أيمن وعصب أيسر من كل نصف كرة مخية. له وظائف عديدة، عنا وظائف حسية، فهو مسؤول عن حس اللمس في قناة أو مجرى السمع الخارجي، هو مسؤول عن حس التذوق في الثلث الخلفي من اللسان، وهو مسؤول عن أيضا نقل الرسالات الحسية الواردة من جهاز الهضمي، من جهاز التنفسي، من القلب والبلعوم والحنجرة إلى الدماغ. يعني هو عصب حسي فقط دكتور؟ وله وظيفة حركية أخرى. الوظيفة الحركية هي موضوع البلع وموضوع التصويت، تعصيبه للحنجرة وللحبال الصوتية. بيجي في عنا الوظيفة الرئيسية اللي مهمة للعصب المبهم، هي بنسميها وظيفة النظير ودية. هون نحن في بالمختصر في عنا بجسم الإنسان في شيء اسمه جهاز العصبي الذاتي Autonomic Nervous System. هذا الجهاز هو مسؤول عن تنظيم الوظائف اللا إرادية للجسم، منها وظيفة الأمعاء، وظيفة القلب، وظيفة التنفس، الغدد. في له شقين، شق ودي وشق نظير ودي. فالودي هو مسؤول مثل ما بنعرف النواقل العصبية تبعه الأدرينالين والنور أدرينالين، والنظير ودي هو الأستيلكولين. المبهم هو له علاقة بالشق النظير ودي بتعصيب هالأعضاء، هي اللي حكينا عنها، القلب، القصبات الهوائية، جهاز التنفس من عند المريض، معدة، أمعاء الدقيقة، وجزء من الأمعاء الغليظة. فهالتعصيب هذا يؤدي لتنظيم وظائف هي الأعضاء. تمام، اسمح لنا دكتور نرجع نذكر بالرقم 9342 9342، عم يطلع فوق لوجو صباح الخير لحتى تتصلوا فينا من أي خط أرضي داخل دمشق، وبتحطوا 011 قبله إذا عم تحاكونا من محافظة سورية تانية.
مو بس عن العصب المبهم، ممكن تسألوا عن أي مرض عصبي تاني. طب دكتور، قلما نسمع حدا عم يشكو والله معي إصابة بالعصب المبهم، شو السبب؟ هلأ العصب المبهم أعراضه متعددة، ونحن ضمن المجتمع يعني ما له علاقة بالوسط الطبي ما في ثقافة عن موضوع العصب الحائر أو العصب المبهم والأعراض اللي عم تصير فيه. فنحن أغلب الأعراض هن رح يشكو إما من موضوع عدم انتظام ضربات القلب، ممكن يصير في عنا عدم انتظام بحركة الأمعاء والمعدة بما فيها الإمساك والإسهال، ممكن يصير في عنا اضطراب البلع، اضطراب التصويت. فما رح يجي المريض والله أنا عندي مشكلة بالعصب الحائر، فهن بيشكوا من عرض من هالأعراض هي. ممكن ألم بالأذن في حال إذا في إصابة معينة بالشق الحسي فيه. فنحن منشوف الأسباب المؤدية للعصب لاعتلال العصب المبهم أو العصب الحائر كمرض لحاله. أن يوجد هيك بالطب اعتلال عصب حائر أو اعتلال عصب مبهم ما في، في عنا أسباب تؤدي لهالاعتلال هاي مندور على هالأسباب هاي. ورح نبلش ناخذ لك أول اتصالات معنا لليوم دكتور. معنا أم محمد، يسعد صباحك، تفضلي، عم يسمع الدكتور سؤالك. أهلين، صباح النور، يسعد صباحكم يا رب. وصباحك، تفضلي. احترامي دكتور. أهلا وسهلا، الله يعطيك. تفضلي. الله يعافيك دكتور. أنا صار معي دوار دهليزي في البداية، وصفوا لي جيلابو وبالسينارزين المساء بعد العشاء والظهر جيلابو. تمام. بعد الغداء طبعا وبعد العشاء. فأنا عندي ديسك وعصب ورق، له علاقة؟ العصب الحائر له علاقة بالدوار؟ هذا سؤالك؟ أي. لا هلأ دوار وقف، بس عندي أنا عصب ورق. عصب وركي؟ عصب ورق وعندي ديسك. تمام. أي. هلا اكيد الدوار ما له علاقه بموضوع العصب، التهاب العصب الوركي او مشاكل تنكس الفقرات. تنكس الفقرات الى عديد من المشاكل، ممكن انقراص، ممكن فتق نواه لبيه، ممكن يكون جنف، فنحن بندور على السبب وبنعالجه. طيب الدوار الدهليزي اللي كانت عم تعاني منه كان ممكن يكون له سبب العصب المبهم بهذا الموضوع ولا كمان ما له علاقه؟ لا ما له علاقه. طيب ما له علاقه بموضوع الدوار. طيب دكتور، معناها طالما ذكرت انه بيعصب كثير من الاعضاء، معناها قديه ممكن يكون امتداده هذا العصب؟ عم تقول بينبع من الدماغ، قديه ممكن يكون امتداده؟ امتداده من الدماغ وحتى بداية الأمعاء الغليظة. يعني في عنا مسافة نص متر برياحة. تمام. فهو عصب طويل، فممكن يكون في كتير مشاكل على امتداد هذا العصب. أكيد. تمام. هلأ نحن إذا بدنا ندخل موضوع المشاكل، هلا المشاكل ممكن تكون مشاكل العلاقة بوظيفة العصب، يعني خلينا نقول باعتلال بوظائف العصب، ممكن تكون مشاكل رضية جراحية. يعني نحن ممكن جراحات الرأس، جراحات العنق، جراحات الصدر ممكن تؤدي إلى رض في هذا العصب، وبالتالي خسارة أو اعتلال وظيفة العصب بالمستوى الأدنى. تمام. من مستوى وليس بامتداد العصب كاملا. تمام. اتصال تاني صار جاهز معنا. ديما صباح الخير، راح الاتصال مع ديما. الاتصال. طيب دكتور، في حال قلت لنا انه هذا العصب وما في اعتلال كامل فيه، يعني ما بيظهر عندي اعتلال او مشكله فيه، ممكن عضو ثاني بالجسم يكون له تاثير هذا العصب. طيب انا بدي اتوجه لاي طبيب من الاطباء؟ يعني ممكن روح عظميه، ممكن روح صدريه، اي شيء ثاني، كيف بده يعرف هذا الطبيب انه فعلا انا صار عندي مشكله بهذا العصب يلي نبه عضو ثاني؟ تمام. هلا احنا حسب العرض اللي صار عند الشخص. هلا نحن اذا في مشاكل قلبيه مثلا، ممكن يصير عندنا تباطؤ نوبي بضربات القلب، هبوط ضغط متكرر، فهذا الشيء اكيد رح يستدعي المريض يراجع طبيب داخليه او طبيب امراض قلبيه. هلا بفحصه الطبيب الامراض القلبيه لوظائف القلب من خلال التخطيط، من خلال الايكو القلب، بتبين ان وظيفه القلب طبيعيه. فهون نحن معناته في مشكله بالتعصيب العضله القلبيه، بتعصيب الاوعيه الدمويه، وبالتالي هون نحن صار في لازم نحن نشوف استشاره عصبيه بالنسبه. وكذلك الامر بالنسبه للموضوع الهضمي، اذا نحن في عندنا اسهال متكرر او امساك في حال مثل ما بنقول قلل تحفيز الجهاز النظير الودي لسبب ما. تمام. فهون نحن
بفحص الامعاء، بفحص المعده، بمختلف الاستقصاءات ما في عندنا اي مشكله. فهون نحن صار عندنا بنشك بهالموضوع. الاء صارت معنا على التليفون. صباح الخير الاء. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي، من وين عم تحاكينا الاء؟ من الشام. اهلا وسهلا فيكي، سؤالك للدكتور تفضلي. دكتور هلا انا على طول في وجع بخلف الركبه لعند الرجلين لتحت، شفت دكتور عضليه قال لي شغلتك عصبيه، رحت عند دكتور اعصاب قال لا شغلتك بالعضلات، فما بعرف شو المشكله بس على طول في وجع يعني بمعصم الايدين. وجع وين؟ معصم الايدين. وجع من المعصم صاير بس معصم الايدين وبالركبه بس من الخلف لاخر القدم. يعني محصور الوجع بالمعصم وبالركبة لآخر القدم، يعني المعصم في امتداد للألم للأعلى للكتاف. للكتاف بس عند التعب. بس عند التعب. عند التعب. ايه طيب هلا نحن هون بدنا أول شيء ننفي مشاكل التهابات المفاصل. التهابات المفاصل متعددة، في منها التهابات مناعية وفي منها التهابات تنكسية. هلا في حال نحن التهابات المفاصل نفيناها من خلال تحاليل معينة وصور معينة، بنلجأ بعدين لموضوع الاعتلالات العصبية، وهون بيكون نحن في عنا اعتلال أعصاب متعدد له أسباب عديدة، بنشوف وقتها شو السبب المناسب للحالة. ومعنا اتصال ثاني. محمد من دير الزور، يسعد صباحك يا محمد. فصل محمد. خلينا ننتقل دكتور لموضوعنا ونرجع نكمل باقي حديثنا معك. هذا العصب في حال إهماله، يعني أنا ممكن مثل ما قلت في عندي عرض معين ضمن ما عضو ما ورحت عملت تخطيط تحليل ما لقيت فيه مشكلة، ضلت قاعدة معناتها أنه عرضي مرأة، في حال إهماله هل ممكن يكون في مضاعفات له لهذا العصب ويسبب مشاكل ثانية؟ أكيد طبعا. نحن إهمال الأعراض الناجمة عن هالعصب خاصة الأعراض القلبية ممكن تؤدي إلى مشاكل قد تكون مهددة للحياة. مهددة؟ إيه. فنحن هون خاصة عند المرضى الكهول يعني فوق الأربعين سنة. نحن هون بأغلب المرضى ممكن يكون عندهم عدة عوامل خطورة لمشاكل الأوعية والقلب، التدخين، الضغط، السكري إلى آخره، فبيكون عندهم تضيقات شريانية إما في القلب أو إما في الدماغ أو بالأطراف. هلأ نحن اعتلال العصب المبهم ممكن نحن مثل ما حكينا إذا كان اعتلال بفرط مثل ما بنقول تحفيز، فهون رح يؤدي إلى تباطؤ بضربات القلب متكرر، هالتباطؤ رح يؤدي إلى هبوط ضغط وبالتالي قلة إرواء الأعضاء المحيطية وخاصة الدماغ، فممكن يحرض اللي هجمة نشبة دماغية أو احتشاء دماغي. وعلى العكس قلة تحفيز النظير الودي من خلال المبهم رح يؤدي إلى سيطرة الجهاز الودي وبالتالي زيادة ضربات عدد ضربات القلب، زيادة التوتر الشرياني، فهذا كمان رح يؤدي ممكن لنزوف دماغية، ممكن لاحتشاءات دماغية، احتشاءات قلبية، وبالتالي ممكن تكون مهددة للحياة. لذلك لازم نستقصي بشكل سريع وبشكل دقيق كمان. لا حمص هالمرة اتصال. صباح خير. هلو. اهلا وسهلا، مين معنا؟ عبد المنعم. صباح الخير. اهلا يا سيد عبد المنعم، سؤالك للدكتور، انت على الهواء تفضل. ايوه انا عامل عملية دكتور. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. عامل عملية تثبيت فقرات بال 2018. تمام. وعندي ألم بأسفل القدم التنتين اليمين واليسار نهاية العصب، بتقول يعني بدي أوصف لك إياها، بتقول مدهون بالفليفي، ما بيخليني أنام الليل، بضطر أبيض إجري برات الغطاء. يعني بتحس حماوي بالرجلين، في خدر، في تنميل بالقدمين؟ في خدر او تنميل بالقدمين، في احساس حراره بالقدمين غير الالم؟ تنميل ومزعج كثير، مزعج. تمام. وما في جهه اكثر من جهه، بالجهتين نفس الوجع؟ المشطين ابدا، اسفل القدم من تحت نهايه العصب يعني. تمام. هلا شوف اخي، هلا نحن بدنا ندور على الاسباب اللي ممكن نحن تعملنا اعتلال اعصاب في القدمين. اهم ما نحن ننفي الداء السكري، ننفي ارتفاع حمض البول لانه هدول بيعملونا هيك مشكله، نقص الحديد الدم ممكن كمان يعملنا شيء بنسميه متلازمه الساق المتململه، خاصه عند الاستلقاء في عنا بصير تخف التروي عن القدمين وبالتالي هذا بيحرض الام
متكررة في الساقين والقدمين. في حال نحن هالأمور كلها نفيناها، الأسباب الاستقلابية بنسميها نحن، مندور نحن على الأسباب العصبية، ممكن نعمل تخطيط أعصاب للقدمين ونكشف المشكلة. تماما، يعني ممكن من خلال التحاليل نعرف المشكلة اللي عم يعاني منها لحتى يتم علاجها بالشكل الصحيح والسليم. خلينا ننتقل دكتور لآلية العلاج، كيف ممكن نعالج؟ هل ممكن نحتاج عمل جراحي؟ لا، ممكن ببعض الأدوية المتابعة يخف هذا الألم ويختفي تماما وممكن ينكس؟ هلا نحن للعلاج في عنا شقين. أوكي. في عنا شق علاج السبب، وفي عنا شق علاج أعراض الناجمة عن اعتلال العصب المبهم. علاج السبب يعني نحن من ندور ليش صار عنا اعتلال العصب مبهم. هلا أغلب الحالات نحن من أهم الأسباب المؤدية لاعتلال العصب المبهم الداء السكري، إدمان الكحول، الاحتشاءات الدماغية أو أي مشكلة دماغية بتأثر على مركز العصب المبهم في الدماغ، الرضوض، الانتانات التنفسية خاصة الانتانات الفيروسية، وبعض الأدوية ممكن تأثر على وظيفة العصب المبهم. بالتالي أنا بدور على السبب وبعالجه وبضبطه. نجي على موضوع العلاج، الاعتلال بحد ذاته والأعراض بحد ذاتها، هل إحنا في عنا أعراض فرط تحفيز؟ فأنا بدي أعطي شيء يكبت هالفرط التحفيز هذا بحيث أحقق التوازن الموجود الموجود بالجسم بالنسبة لعمل عضلة القلب وعمل عضلات الأمعاء والرئتين. لا، في عنا نقص تحفيز، وبالتالي أنا بدي أعطي شيء ممكن يحفز العصب أو أعطي شيء يثبط الجهاز الودي لحقق هالتوازن هذا. تمام. فهي بتختلف من مريض لمريض حسب السبب. بدنا نستحصل حالة، برجع بكرر كلامي، وحالات فردية مختلفة مثل ما ذكرت، ممكن يكون عامل عمل جراحي وآزي العصب المبهم بطريقة غير مقصودة. تمام. فهذا الموضوع ممكن يكون له تأثير. طيب دكتور، لو نعطي نصائح أخيرة لحماية الجملة العصبية من الأمراض، مو بس العصب المبهم. اليوم نحن كتير عم نعيش ضغط نفسي، عم نعيش توترات، يمكن غذائنا ما له غني بالفيتامينات، هذا كله بيأثر على الأعصاب. أعطينا حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع لنحمي أعصابنا. هلا نحن هو تعديل شيء بنسميه الكواليتي اوف لايف، تعديل نمط الحياه. هلا نحن اول شيء لازم يحصل الواحد على قسط كافي من النوم، هي اهم نقطه. غذاء متكامل ما يعتمد على نظام مثلا وجبه واحده في اليوم، او يعتمد على نمط واحد من الاطعمه. فنحن يكون غذاء متوازن بين الكربوهيدرات والبروتين والدسم، والحصول على الفيتامينات المتنوعة خاصة الفيتامين بي بأنواعه، خاصة البي 12، الفيتامين سي، الفيتامين دال، هدول كلهم بيأثروا وبيقووا الجهاز العصبي المركزي والمحيطي. تمام. نحاول قدر الإمكان نبتعد عن أي ستريس، أي شدة، قلق، توتر. وفي حال تعرضنا أو نحن نمط ممكن يكون نحن بحياتنا نمط الحياة متعرض دائما لأنماط شدة وقلق وتوتر، نحن إذا ما فينا نحل هالموضوع ممكن نلجأ للعلاج النفسي، العلاج النفسي السلوكي، السلوكي المعرفي، كلهم هدول ممكن نحن يحسنوا من وظائف الجهاز العصبي. تمام. بالتالي يقللوا هالستريس. إضافة أهم شغلة كمان، نحن نسيطر على الأمراض اللي بتأثر على الجهاز العصبي. صحيح. أهم الداء السكري، أمراض الغدة الدرقية، ومختلف الأمراض ممكن. مختلف الأمراض، يعني صحة والسلام لك المشاهدين، ونشكرك دكتور لوجودك معنا لليوم، وإن شاء الله كل المشاهدين استفادوا من المعلومات اللي قدمتها. يسعد صباحك. أهلا شكرا وسهلا كثير فيك. والله يعطيك أهلا يا دكتور، يسعد صباحك. يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه فائدة لاحتوائه على الفيتامينات المتنوعة، مثل كمان الأملاح، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي تعتبر من الأملاح المهمة جدا للجسم. تماما، ولكن معظمنا ممكن يرمي قشرة البطيخة اللي هي القشرة الخضراء، رغم صلاحيته كمان للأكل واحتوائه على فوائد ما عم نعرفها من قبل. فشو أبرز هاي الفوائد؟ رح نتعرف عليها سوا. يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه فائدة لاحتوائه على فيتامينات مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. هذا الشيء أغلبنا بيعرفه، ولكن الشيء اللي ما بننتبه له هو أهمية القشر الأخضر للبطيخ وصلاحيته للأكل لاحتوائه على الكثير من المواد.
بيرمي معظم الناس قشر البطيخ بمجرد ما ياكلوا اللب الأحمر، ولكن بعد ما تعرفوا القيمة الغذائية الموجودة فيه أكيد رح تضيفوه لنظامكم الغذائي. بيساعد قشر البطيخ على تحسين أداء الرياضيين أثناء التمارين الرياضية، حيث بيحسن الحمض الأميني السيترولين الموجود فيه على هذا الشيء، فالسيترولين بيعزز تمدد الأوعية الدموية. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن مكملات السيترولين بتعمل على تحسين توصيل الأكسجين إلى العضلات، وبالتالي يحسن أداء التمرين. كمان أظهرت بعض الأبحاث أن مكملات مستخلص البطيخ قادرة على مساعدة البالغين اللي بيعانوا من السمنة المفرطة بالتحكم بضغط الدم عندهم، ومكملات السيترولين بتقلل من ضغط الدم عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. بالإضافة لهالشي، تعتبر قشور البطيخ من مدرات البول المحتملة، واللي بتتم وصفها غالباً للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم. وأخيراً، قشر البطيخ مصدر غني بالألياف يلي بتساعد بالحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة، وممكن تساعد بتقليل خطر الإصابة بأمراض الكولون وخفض مستويات الكوليسترول والسكر بالدم. قشور البطيخ قوية جداً مقارنة بقدرة الإنسان على المضغ، وهالشي بيخلينا نلاقي صعوبة بتناوله، والحل إنه ندخل قشور البطيخ كعنصر داعم بأغلب العصائر أو بإضافتها لخل التفاح مع بعض التوابل والمنكهات، وتناولها إلى جانب وجباتنا اليومية أو إضافتها إلى السلطات. وصار وقت الربح مع مسابقة الراتب يلي قدمت وعم تقدم الملايين من بداية العام ولغاية اليوم على قناة سما الفضائية. كل أسبوع عم يكون عنا رابح جديد وراتب أكبر من الأسبوع يلي عم يكون قبله. تماماً يا ورد، وجائزة الأسبوع الماضي يلي كانت راتب بقيمة 350 ألف ليرة سورية شهرياً ولمدة سنة كاملة، ويلي كانت من نصيب رابح جديد انضم لأكثر من 35 رابح بمسابقة الراتب لغاية اليوم بالسحب يلي تم مبارح بإشراف المؤسسة العربية للأعلام. يعني صاروا 35 شخص عم ياخذوا رواتب شهرياً ولمدة سنة من قناة سما ومن مسابقة الراتب، وطبعا شهريا ولمدة سنة كاملة. مين صاحب الراتب اللي رح نتعرف عليه أكثر، من أي محافظة وشو بيعمل؟ ومثل ما عودناكم رح نتصل معه ونتعرف عليه ونبارك له على الهواء المباشر. مفروض صار جاهز معنا. تماما يا ورد، أكيد رح نقول له صباح الخير وألف مبروك لأنك ربحت معنا راتب بقيمة 350 ألف ليرة سورية شهريا ولمدة سنة كاملة. صار معنا على الخط، صباح الخير. أهلين، صباح الخيرات. إن شاء الله ألف مبروك يا رب، ربحت معنا 350 ألف ليرة شهرياً ولمدة سنة كاملة. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. نعرف اسم حضرتك؟ أيمن محمد رمضان. أيمن محمد رمضان، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله ألف مبروك لك. حضرتك رابح راتب 350 ألف ليرة، فينا نعرف من أي محافظة وشو بتعمل؟ من محافظة ريف دمشق، أنا فلاح. والنعم منك، الله يحمي لك إيديك ويحميك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. آمين يا رب. فيك تخبرنا قد صار لك مشترك بالمسابقة وكم رسالة بعتت؟ والله صار لي زمان، كم رسالة ما بعرف، بس صار لي زمان والله. يعني شهر، شهرين، ثلاثة، من أول ما بلشت المسابقة؟ من أول ما بلشت. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. وآخر شيء باركنا لك براتب محرز، إن شاء الله يا رب تصرفه بالهنا وبيحميك وبيديمك لعائلتك وبيخليك يا رب. الله يسلمك. يعني بدي اسالك، امبارح لما حاكوك كنت مصدق انه رح تربح بمسابقه الراتب؟ لا والله انا بشكل عفوي يعني اشتركت وهيك، ما مصدق انا انه اربح يعني. ان شاء الله الف مبروك، وما بيكون الربح الاول، الله يبارك فيك، هو الاخير، بيكون الربح دائم ومستمر على طول. الف الف مبروك لك. الله يبارك فيك يا رب. ان شاء الله يا رب، الف مبروك. مشاهدينا، مع مسابقة الراتب الجوائز الكبرى ما بتخلص، قدمنا لكم لغاية اليوم 10 جوائز كبرى تسجلت باسم 10 رابحين، ويوم التنين القادم جائزتنا الكبرى هي الـ 11 يلي رح تتسجل باسم رابح جديد، راتب نص مليون ليرة سورية شهرياً ولمدة سنة كاملة، يعني 6 ملايين ليرة سورية فيها تكون بس لإلك.
شو ناطر؟ بعت رسالة ربحك بكلمة راتب على الرقم 1998 من أي خط سيرياتيل أو MTN، وتذكر راتبك عنا بأيام نعرف اسمك. إن شاء الله يا رب الربح بيكون للجميع ودائماً بيكون الكل متفائل معنا. آمين يا رب، يعني الله يفرح قلوب كل هالناس ونقدر فعلاً نساعدهم ويكونوا عم نقدم لهم يعني جزء بسيط برغم الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. نروح من المسابقات لحتى نساعد ستات البيوت بكل يوم يلي بيكونوا محتارين شو بدهم يطبخوا. يومياً عم نقدم طبخات مختلفة من حول العالم وبطريقة كتير سهلة وبسيطة. شو طبقنا لليوم؟ خلنا نتعرف عليه ومن أي بلد. وشو حيخبرنا الفلك لليوم مدام نجلة قباني صارت موجوده معنا لتعطينا كل التفاصيل؟ صباح الخير يا مدام. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا نور، صباح الخير للجميع، يجعل ايامكم سعيده. اليوم 14/9 يعني 14 ايلول، كواكبنا فيها تغييرات لانه المريخ انضم لعطارد. المريخ هو كوكب الطاقه والحماس، انضم لعطارد، اثنيناتهم عطارد للسفر الاوراق، اثنيناتهم صاروا موجودين في الميزان. يعني بلشت بقى الأمور العائلية الشخصية تتحسن لمواليد برج الميزان، لمواليد برج الجوزاء، إضافة إلى الدلو على الأقل كطاقة كحماس وكصحة عموما. الزهرة ما زالت في برج العقرب، لسه التأثيرات شوي سلبية لبرج الأسد برج الثور، إضافة إلى الدلو عاطفيا بالذات الدلو، يعني الأمور ما كتير كتير مريحة بهي الفترات. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، للحياة الأمور ليست في أفضل حالاتها. يوم شوي معصب أو متضايق أو صريح أكثر مما يجب، أو عم يشعر أنه مستهدف عموماً، ما تعتبر أنه كل كلمة موجهة ضدك، واليوم بالذات حسب كلمتك وتصرفاتك مولود برج الحمل، وانتبه من عدائتك. مولود برج الثور، لا الأمور جيدة، حاول ترتب أمورك بشكل إيجابي. اليوم لقاءات، علاقات، ردود إيجابية لك، أنت راضي عن نفسك، مميز بإشراقك، تشعر أن محيطك داعم مؤيد وتحصل عما تريد طالما أنك تبذل جهود صحيحة. مولود الجوزاء كمان الأمور أفضل بكثير، على الأقل تتلقى وعود متنوعة، يسود الحب حواليك أو المدح أو التشجيع أو الكلام الإيجابي، تفرح لنتائج هامة لمصلحتك. صلك يومين ثلاثة بكركب اليوم، لا بذكائك ومثابرتك قادر توصل للي بدك إياه، يوم جيد. مولود برج السرطان، اليوم انتبه من شجار لست تحتاجه، واحمي نفسك من عصبية مفاجئة أو حساسية مفاجئة. مولود برج السرطان أكثر الأبراج حساسية عموماً، إلى جانب برج الثور، إلى جانب برج الحوت طبعاً. قلل من نقدك واصبر شوي لأنه عندك يومين ثلاثة فيهم قصة صحية يمكن قلقتك، فيهم حساسية أو عصبية أو جدال لست تحتاجه. اليوم 100,000 قصة شاغلته لمولود برج الأسد، أبداً مو يوم للاسترخاء وللراحة وللهدوء، فيه ضيقة خلق، فيه أفقفة، فيه شغل كتير، فايق مبكير وعنده إنجاز لبعض العمل المهم، وتبدو نافذ الصبر مولود برج الأسد أو مستعجل. الأمور اليوم العلاقة بالروحة على شغلك مبكراً. مولود برج العذراء، اليوم الأمور إيجابية جيدة، تقود محيطك باتجاه الأفضل، تناقش، تكون إيجابي بالحوار، في عندك إجابات حلوة يمكن، أو هيك قصة عاطفية شخصية إيجابية تسير إلى درب يرضيك، تؤثر على من حولك. يعني هاي الأيام أيام للفعالية، للحوار، للنقاش، صوتك مسموع، كلمتك مؤثرة. الميزان، أنت اللي قلقان وغالباً على قصة عائلية أو قصة تخص حدا من الناس المقربين لك، قصة شخصية على الغالب، في شيء ليست رغبتك ربما، أو تتعب نتيجة قيد في الأسرة ربما، أو في شيء له علاقة بيأس أو إحباط أو حتى حزن. مسؤوليات على كل الأحوال، أنا بعتبر القصة اليوم مسؤوليات أكثر مما يجب. تشعر بالارتياح والتفاؤل مولود برج العقرب، اليوم بالنسبة لك اليوم جيد، ما أنه لحل مشاكل الآخرين، أنا أقولي تحل مشاكلك عموماً بتكون الأمور أفضل، الأمور حواليك مستقرة نسبياً، الأفضل بالعمل، الأمور العملية هي الأفضل وقابلة للانقلاب إلى الأفضل في أي لحظة. يوم جيد بالنسبة لك، عندك 3 أيام تأثيرك إيجابي مولود برج العقرب على الآخرين. هي الأيام للسفر، للتعارف. مولود القوس غالباً لازم يخفف من الإنفاق، أنت أحد الأبراج اللي
يعني أبو الكلام مثل ما بيقولوا، بس الأمور بالنسبة لك المالية أنت طالع من شهر ما كان مريح، هلأ الشهر القادم بالمجمل أفضل، بس لسه في محيط عائلي يطالبك بما لا تملك مثلاً، أو عطال يتوجب إصلاحها. يعني المال اللي عم تنفقه أو عم تروحه على الرفاهية ممكن يلزمك لأشياء أخرى أكثر أهمية. مولود برج الجدي اليوم فاي بكير وعنده لقاء قد يحمل لك الاستقرار أو قصة عائلية أو معنويات مرتفعة أو لباقة تسعدك. هاي الأيام أيام جيدة فيها حماس. طبعاً أصلاً وجود عطارد والمريخ هلأ في برج الميزان يعني موقع ما كتير مناسب للجدي على الأقل صحياً، بس الأسبوع القادم بقى يعتبر الأسبوع الأفضل للمفروض الجدي يستفيد منه ليرتب أموره. مولود الدلو أنت اللي مو كتير مرتاح، يمكن عم تشعر بالظلم نتيجة أنك عم تراوح مكانك، نتيجة أخبار عم بتقولها، نتيجة بعض القرارات، نتيجة كلام غير محسوب. يعني اليوم في شيء كأنه هيك مزعلك مولود برج الدلو أو مخليك شوي عصبي أو قلقان. أنا برأيي ما في شيء سيء، فحاول تكون حسن النوايا، وانتبه إن وجود الزهرة في برج العقرب عم تعمل لك نوع من أنواع الإرباك العاطفي أو المالي. تطمين يسعدك مولود برج الحوت، يوم جيد لنوع من أنواع الارتباطات الاجتماعية، تعارف، أفق جديد، ولادة جديدة، اجتماعيات، زيارات. يعني أنا بعتبره يوم جيد بالنسبة لك وإيجابي. خليني عايد مولود اليوم، مولود 14، العنيد المفرط في العناد الصراحة لن يعترف بخطأه حتى لو اجتمع العالم كله ضده ليقنعوه إنه هاي الفكرة غلط، هو ما رح يعترف وما رح يغيرها. حدا يتحمل مسؤولياته بثبات، بطيء باتخاذ القرارات، شديد الإخلاص، لا يهمه المال بقدر ما يهمه انضباط العمل. حياته بالمجمل يعني صداقاته قليلة وضحكته قليلة ولناس قليلين فقط، بحب هذا مظهر الدكتور عموما. شخص مسيطر يحب أن ينفذ كلامه بحرفيته. سنة جيدة خاصة لتتخذ قرارات مهمة، ما بعرف للطالب حقك، لتنال ترقية أو لتبيع عقار أو ليكون عندك مصالحات، وأنا بعتبرها سنة إيجابية بالمتبقي منها. سامح عم تسألني، سماح عم تسألني مع سامر على 18-45، علاقة جيدة جدا بالمجمل يا سماح، يعني إن شاء الله يكون جدي، بس أنا بشوفه إيه جدي لأنه علاقتكم جيدة والسنة كتير متاح لألكم بداية جديدة إذا على بالك. محمود طالب قاسم مواليده 70، سنة هلأ لبلشت، صار لك 3-4 شهور مو مرتاح يا محمود، لا بس السنة بالمتبقي منها جيد وغالبا لسفر أو لتغييرات عائلية. إيمان 2002، سنة حظك يا إيمان وسنة جيدة جدا تعتبر بالنسبة لك على الأقل من هلأ وما بعد، يعني لا كتير تهتمي بالشهر الماضي لأنه أصلا كان شهر متعب. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائما بخير. وتظلي دائما بخير. شكرا كثير لك يا نجلاء. شكرا كثير لك مدام. حد كان كل شيء مشاهدينا، بيتجدد موعدنا معكم بكره على 10:15، فكونوا على الموعد، تبقوا بألف خير، باي باي.